سبور. تحية لكم نصل كل عديد الأنباء الدولية وسائل الإعلام في تونس والجزائر. حاول تعاقد لاسبيرونس مع المدافع الأيمن شابق سنتينا حسين بن عيد. شنو صحيح من الغلط في هذا الكل؟ ناخذوه في المباشر من عند اللاعب الموجود معنا في المباشر. هذا بيك حسين. السلام عليكم. بارك الله فيك خويا. شنو الأمور؟ لاباس؟ صافا لاباس الحمد لله. وانتوما صافا؟ والله الحمد لله. باهي حسين، كنت تسمع فيا، اعطينا شنو صحيح في الحقيقة اتصالات مع لاسبيرونس؟ ما هي شغل، هنا كلام في هذه الاتصالات، مي زعما حاجه اوفيسيال، ما كان حتى حاجه اوفيسيال لحد الان، ما جاني حتى اتصال من عند الاداره ولا الحقيقه حتى شيء. ما كلمك حتى حد؟ حتى ساعه ما كلمني حتى حد، حتى ساعه. لا اتصالات رسميه لا مش رسميه. ما عنديش اتصالات رسمية، ما نكذبش عليك، هناك كلام تاع تواصل اجتماعي وكلام تاع مناجيرة، مي كلام تاع إدارة رسمي غير موجود. أي نجم يكون اتصل بوكيل أعمالك سعيد مشارك؟ نجم يكون هكا ولا؟ بيان سير كلمني سعيد وقال لي على الاتصالات. ما تنساش ثاني سعيد كان صافي دوزون ولا راه معايا. مي حد ساعة ما كان حتى شي رسمي. باهي، انت عقدك مازال متواصل مع قسنطينة؟ عقدي مازال متواصل موسم اخر. باهي، عندك رغبة انت تكون موجود في اسبيرونس في تونس؟ بيان سير، صافي بليزير. فريق كيما ترجي تونسي من بين اكبر الاندية في افريقيا، صافي بليزير. معناها لو انت ما عادش، انا قريت تصريح ليك في الهداف، ما عادش اكدت، قلت فما حاجه هكا من الترجي ولا لا؟ مش صحيح التصريح هذاك؟ ما فهمتش واش قلت. قلت صرحت قبل في الهداف على الاتصالات مع ترجي حاجه هكا ولا لا؟ لا ما صرحت. واش صرحت؟ ما فهمتش. قلت لك هل انه صحيح انك صرحت في الهداف؟ قلت معناتها فما اتصالات غير رسميه مع ترجي، صحيحة الديكلاراسيون هذي قريتها اليوم ولا لا؟ ما بيصير، ما عنديش اتصالات مش رسمية. بالك يكونوا كلموا الإدارة تاع شباب قسنطينة، مي أنا ما كان حتى شخص كلمني. فهمتك. باهي، وجود البلايلي مزياني اليوم أيضا اتصالات تقدمت مع المدافع تاع الشباب القبيل اللي شتى، ينجم يشجعك هذا باش تكون أيضا في الترجي حسين؟ بيصير، مي تشوف دي جوار ألجيريان في أن كلوب، دو تروا جوار يسهلوا لك مأمورية، صافي بليزير. تشوف دي جوار الجيريان يلعبوا في شامبيون تونيزيا. وصلوك عروض اخرين ابار؟ وصلوك عروض اخرين من تونس ولا من خارج تونس؟ لا، عندي من خارج تونس، مي مازال عندي في، ان شاء الله يا ربي، عندي في اوروبا والخليج. مي مازال لحد ساعة مازال حتى شيء رسمي. ورغبتك انت شنية بالضبط؟ انا رغبتي يكون الكلاب هو اللي يقيمني، ويكون كلاب عنده طموحات ويلعب على الالقاب ويساعدني كيما هكا. الصيف اللي فات كنت قريب من النادي الافريقي هكا ولا حسين؟ الصيف اللي فات كنت قريب جدا من نادي كلوب افريكا، مي في الديبي سيزون وين كنت فهمت كونترا وين هدرت معاهم، مي هكا وقعدت في السياسي، مي متفاهمتش معاهم وانتظرتهم وين ما اتفقوش مع المناجير تاعي التونسي. سعيد مشارك، علاش ما تمتش الصفقة وقتها؟ أمور مادية ولا حاجة أخرى؟ والله ما على بالي، سعيد هو اللي على باله. واضح. باهي، إذا كان نحكي نسب مئوية، بنسبة قداش نجمو نشوفوك في الترجي حسين؟ إن شاء الله، هي كل شيء بالمكتوب. أنا ماذا بيا نكون في فريق مثل الترجي التونسي، مي دروك الأمور ماهيش بيدي، كيما قلت لك ما كان حتى اتصال رسمي، ما كانش، ما على باليش أنا، حتى واحد ما كلمني، مي حد الآن ما إن شاء الله يكون فيها الخير مع الوقت إن شاء الله. الإدارة نتاع قسنطينة عندهم استعداد باش يسيبوك؟ بيان سير، انا ديجا تكلمت مع الرئيس، تكلمت معهم وين باش يسهلوا لي الماموريه باش نخرج نحترف، ولا ان شاء الله يعاونوني ان شاء الله باش نخرج. شكرا ليك، يعطيك الصحه وبالتوفيق ليك ان شاء الله.
شكرا ايفن على السعيد مشارك وكيل اعمال لاعب المدافع الايمن شباب القسنطينة حسين بن عياد اللي امن لنا هذا ونسق في هذا الاتصال. المنتخب الوطني التونسي كامل اليوم استعداد للمقابلة الافتتاحية في الكان غدوة 16 ضد انغولا، وحصل نموذجية تبدا بعد شوية في نفس توقيت ملعب المقابلة. الصادق السلمي ايضا نقود مقابله السلام تاع الشيه بين تنزانيا والسنغال، وباش يساعدوا انور الهميله الحكم الرابع هو هيثم جيرات. في مقابله اولى اليوم فازت المغرب على ليبيا 1-0. 9 تاع الليل الجزائر تواجه كينيا، ايضا هجوم الجزائر باش يقود البلايلي محرز لبونجاحه. نواصل مع الكان وفيحة، تحرش تهزت أجواء المنتخب المصري اليوم من قبل مجموعة من اللاعبين من بينهم عمرو وردة اللي عنده سوابق في الحكاية هذه، وكذلك محمود الونش وأحمد كوكا، والواقعة كانت من خلال مساجات الموديل المصرية ميرهان على انستغرام. في كوبا أمريكا اليوم 8 متاع الليل كولومبيا تواجه الباراغواي، قطر تواجه الأرجنتين. نحكي وهوند، المنتخب الوطني التونسي تأهل النهائي بطولة كأس الكاريب الودية بعد فوزه على غوادلوب 31-28. ايكوس بروفيسور اخبار تلقاوها مع السيت راديو اكسبريس اف ام.com. اجمل تحيات اسلام المدرب.